الفقرة الجاية هنتكلم شوية عن موضوع من أهم المواضيع اللي بيجي بيجيلي فيها أسئلة في العيادة. ده طبعا موضوع الطفح الجلدي أو تغيرات الجلد لدى الرضيع. طبعا هي معظمها ما بيبقاش فيها أي مشاكل بس طبعا بتبقى مزعجة للأهل بالذات لو كان ده أول طفل. فهتكلم فيها على انواع مختلفه بس اول واحد احب اتكلم فيه اكتر شويه هي هو موضوع الصفره او اصفرار الجلد لان طبعا ليه مدلول خطير عايزه هبقى اتكلم فيه الصفره هي بتنتج عن ارتفاع نسبه صبغه صفراء في الجلد اسمها البيلروبن في الجسم لما بتعلى في نسبته في الدم بتبان في الجلد لو الشخص بش... لو البيبي بشرته فاتحه شويه بتبان على جلده لو غامقه شويه برده ممكن نلاحظها في لون بياض العين دلوقتي لاحظنا الصفره طبعا احب اقول ان لو لاحظتي الصفره على ابنك في اي وقت من الاوقات لازم تكلمي الدكتور المعالج لان الحمد لله ان معظم اسباب الصفره فيسيولوجيه يعني مش مرضيه بس حتى الصفره الفسيولوجيه ممكن نسبتها تعلى جدا في الدم وتوصل للمخ لو فاكرين احنا قلنا على البلاد برين بارير اللي هو بيفصل ما بين الدم والمخ اللي بيحصل ان ان روبين او الصبغه الصفراء دي ممكن انها توصل للمخ وتؤدي الى مشاكل يعني جامده جدا في المخ ممكن تسبب بعد الشر اعاقات ومشاكل بعد كده فاي الخلاصه اي صفرة لازم توريها للدكتور المعالج والدكتور المعالج ممكن يحدد على اساسها لو لو شكل الطفل مصفر قوي بيقيس نسبه الصفرة في الدم لو نسبتها تعدد حد معين الدكتور ممكن ان هو يقترح ان هو البيبي او الطفل يحتاج اشعه فوق البنفسجيه لو عارفين يعني لو فاكرين شكلها في المستشفيات بيحطوا البيبي في حضانه كده وفي انوار الأنوار دي بتساعد على تكسير مادة البيليروبين وبتوطي نسبة الصفرة في الدم. الجزء اللي جاي شوية هيبقى هوريكوا شوية صور طبعاً احنا شايفين صور للصفرا دلوقتي. الطفح اللي هنتكلم فيه تاني اللي هو السابريج هو طبعاً برضو من الـ من الـ من أنواع الطفح المنتشرة جداً للأطفال وبتبقى مزعجة لأن بعض الأحيان زي ما انتم شايفين في الصور بتظهر على دماغ البيبي في شكل قشرة طبعا هي بتبقى مزعجة للأم لأن بتحس أنها يعني أنا أنا بحمي ابني ليه طالع له قشرة طبعا أنا أحب أقول أنه ملوش أي دعوة بالنظافة ممكن تكوني بتحميك كل يوم هو ملوش أي دعوة بالنظافة هو بيجي ناتج عن تغيرات هرمونية في جسم الأم وقت الحمل ما منه أي ضرر آه وبياخد وقته وبيختفي من الجسم آه زي ما احنا شايفين برضو في الصورة ممكن ان هو يبان في مناطق تانية في الجسم آه بيبقى زي قشور بتبقى ممكن تكون محمرة شوية آه في كريمات ممكن تساعده بالنسبة للقشور اللي على الدماغ آه برضو علاجها مش مشكلة ساعات ممكن الدكتور يقول ممكن آه نستخدم زيت زيتون على القشور او فازلين ان هو يطري القشور وتطلع بس في الآخر برضو هتاخد وقتها وتعدي الطفح اللي جاي اسمه الميليا أو خدينات الوليد دي بتبقى برضو طفح جلدي بيطلع وبيعدي مفيش منه أي مشاكل خالص الحبوب نفسها بتبقى مليانة مادة الكيراتين آه يعني محدش عارف هي بتظهر ليه ومنتشره في بعض الاطفال اكتر من الاخرين بس برضه آه مش هتستمر بعد كده هتاخد وقتها وتروح. الطفح اللي جاي اللي شايفينه في الصوره اسمه الاريثيما توكسيكم او الحمام السميه وطبعا اسمه مخيف شويه بس هو آه مش سمي ولا حاجه آه هو منتشر جدا بيظهر في حوالي 40 ل 70% من الاطفال حديثي الولاده. ما فيش منه اي ضرر طبعا مع اي طفح جلدي طالما الطفل بيرضع وما حراره وما فيش اي مشكله ما يعني ما اي مشاكل منه بس لو اي من الحاجات دي اختلفت الاحسن ان احنا نباشر مع الطبيب المعالج بس بتكلم بخصوص الطفح ده برضو المراقبه المتابعه ما فيش اي كريمات بتقلله ولا حاجه بتزوده هي هياخد وقتها وقته بيروح وفي الاغلب بعد تمو... بعد ما يتم ال... ال... طفل شهر بيكون اختفى النوع الثاني اسمه دايما بيضحكني لان هو اسمه الاكني نيوناتورم اللي هو حب الشباب لدى حديثي الولاده طبعا هو مش حب الشباب ولا حاجه بس هو اسمه اكني لان لانه بيظهر نتيجه عن برضو يعني اختلال في الهرمونات لدى الام مش اختلال بس يعني تغيرات الهرمونات فتره الحمل ممكن تخلي البيبي يطلع له الطفح ده أه وده برضو ما يعني برضو المراقبه والمتابعه مفيش ليه اي كريمات بعض ال... بعض الاحيان لما بيبقى شديد قوي ممكن ان احنا نعالجه بنفس الادويه اللي بنعالج بها حب الشباب بس في الاغلب مش بنتكلم عن... عنها بنراقبها وهي في الغالب بتتحسن من غير اي مشكله. الصوره اللي جايه طبعا تخض شويه أم أه طبعا دي حاجه ظاهره بتبقى منتشره اكتر في العالم العربي لان هي ليها علاقه بنسبه الميلانين او الـ الـ الماده اللي بتسبب لون اللي بتخلي لون الجلد غامق شويه فبما ان في العالم العربي يعني ناس كتير جلدها لونه غامق دي اكتر انتشارا في العالم العربي واسمها المنغوليان سبوت او البقعه المنغوليه بتظهر في المنطقه السفلى يعني منتشره قوي في المنطقه السفلى في جسم الطفل بتبقى بتخد احيانا لانها شكلها زي ما يكون الطفل اتخبط او اتعور بس دي بتبقى موجوده عند الولاده آم اسمها آه اسمها لان هي آه اسمها مونغوليان واللي اطلق عليها هذا الاسم هو عالم اسمه اروين بال بالز آه العالم ده شافها اول ما شافها عند الاطفال المنغوليين اللي هم طبعا آه جسمهم داكن شويه عن الاطفال البيض فبرضو دي من الحاجات بتبقى مزعجه جدا للاهالي وبرضو بنطمنهم نقول لهم ان دي هتاخد وقتها وهتختفي مفيش اي مشكله منها بعض الاحيان ممكن تقعد سنه سنتين ممكن حتى تقعد لحد ما الطفل كان عنده يبقى عنده خمس سنين بس في الاخر هتاخد وقتها وتختفي برضو الحاجه الصوره اللي جايه فيها يعني ليها برضو قصه الطفح الجلدي ده او النوع من الاورام دي اسمها الاورام الاورام الاوعيه الدمويه طبعا برضو زمان كانوا بيفتكروا ان ان الورم ده شكله عامل زي الفراوله يبقى الام كانت بتوحم على فراوله وما كانت هاش وطلع فراوله في جسم الطفل طبعا آه يعني دي قصص آه متداوله بس آه ما فيهاش يعني ما فيهاش صحه هو بيبقى يعني الاوعيه الدمويه بتبقى كبيره شويه ف آه بتحت يعني بتحتوي على الورم ده بيحتوي على اوعيه دمويه كبيره فبيبان كانه يعني محمر كده طبعا برضو شكله يخض بالذات لو ظهر على الوش آه ده برضو بياخد وقته ممكن يكبر قوي 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 في خلال اول سنه بس مع مع اول سنه او سنتين من عمر الطفل بيختفي تماما وما بيظهرلوش اي اثر آه طبعا في يعني في انواع تانية ما اتكلمناش فيها الوحمات والحاجات دي ممكن انها تقعد مدى الحياه بس برضو آه ما بيبقاش فيها اي ضرر او اي مشاكل الطفح اللي جاي برضو هو اكثر انتشارا في السن الاكبر شويه يعني يعني بعد اول شهر او شهرين هو الاكزيما او اللي بيجي من يعني نتيجه لالتهاب الجلد او حساسيه من حاجه معينه وبيظهر في الوش زي ما احنا شايفين في الصوره في المحاضره اللي جايه هتكلم برضو عن اسئله كتيره بتجيلي في العياده بخصوص دماغ البيبي وشكل دماغ البيبي فهنشوفكم ان شاء الله في المحاضره اللي جايه